ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في الحلقة المميزة جدا واليوم المفتوح اللي هنتكلم فيه بحاجات كتيرة جدا جدا. عندنا كم من الأخبار وكمية معلومات وحاجات كتيرة جدا حصلت من يوم الخميس اللي فات لحد النهاردة، والنهاردة تحديدا حصل حاجات كتير جدا جدا. بس قبل ما أتكلم في الأخبار والحاجات اللي حصلت، حتى قبل ما أنا أجي على طول، عايزة أتكلم على امبارح وعلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة امبارح في مصر كانت عادية جدا، الناس خرجت عادي وكانت بتصلي عادي جدا، اغلب الناس ما كانتش لابسة جلوفز ولا لابسة كمامة، كان يدوب في بعض المساجد كان في حد واقف على الجامع بيحط للناس مطهر في ايديها وبتخش تصلي عادي جدا جدا، على الرغم من ان الحرم المكي والمسجد النبوي اتقفلوا، ما فيش حد بيصلي امبارح صلاة الجمعة فيها. عندنا في اندونيسيا كمان كان في امبارح حاجة او مشهد شفناه اتعرض في صور كتير جدا في السوشيال ميديا وعلى وكالات الانباء ونزل في الجرايد كمان، ان مسافة ما بين كل مصلي والتاني كان حوالي متر، بالإضافة لان هم كانوا لابسين جلوفز ولابسين كمامة وكل واحد معاه المصلية بتاعته. لكن احنا صلينا عادي جدا، الكتف في الكتف والرجل في الرجل، ما فيش اي حاجة خالص لحد النهاردة ما قررت وزارة الاوقاف ان هي هتقفل المساجد لمدة اسبوعين وتغيير من صيغة الاذان. بس احنا حابين بقى ان احنا ناخد الكلام ده من حد متخصص نسأله ونستفسر منه ونعرف تعليقه على كل الاحداث اللي بتحصل من امبارح. معنا الشيخ محمد حماد الواعظ العام للقوات المسلحة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ محمد حماد، مساء الخير. طيب هو الخط فصل، هنرجع تاني نتكلم معاه. اللي حصل امبارح انه في كمان يعني في كمان شيوخ كتير طلعوا في التلفزيون امبارح وقالوا يا جماعه انه دي تجمعات ممكن ان هي تنشر الفيروس وان هي تضر بالمصلين وتضر بالناس، وان ما فيش مشكله لو صلينا في البيت او لو حتى التزمنا بالمسافه اللي اقرتها منظمه الصحه العالميه للمسافه بين كل واحد والشخص اللي واقف جنبه زي ما حصل في المساجد الموجوده في شرق اسيا. لكن للاسف احنا ما التزمناش. مش بس كده، كمان امبارح جه خبر بالليل وقال انه تم غلق مسجد السيده زينب بالرغم من اقتراب المولد الخاص بيها، وده بسبب انه حصل تجمع كبير جدا بعد صلاة الجمعة من مجموعة من الناس وفضلوا في المسجد لفترة طويلة، وده طبعا يعتبر تجمع يعني خطر جدا جدا على الناس. فبالليل متأخر تقريبا كان الساعة 11 بالليل صدر قرار بغلق مسجد السيدة زينب. طب احنا هناخد الشيخ محمد حماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حماد الواعظ العام للقوات المسلحة، مساء الخير يا فندم. الله اهلا وسهلا يا استاذ، الله يبارك فيك. انا عايز اعرف تعليق حضرتك ايه على قرار وزاره الاوقاف النهارده بغلق المساجد لمده اسبوعين وتغيير صيغه الاذان. لو ما فيش حاجه في تغيير صيغه الاذان، بالنسبه لغلق المساجد دي عندنا القاعده الفقهيه درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. وما دام غلق المساجد يعني يقي من انتشار الفيروس ما فيروس كورونا، فده موافق للشرع مش مخالف ليه. تمام. يعني يحق ذلك غلق المساجد. طب وتعليق الجمعه كمان، وتعليق الجمعه ما دام فيه ضرر على الامه من انتشار المرض يمين وشمال وعدم السيطره عليه. تمام. يعني درء المفسده مقدم على جلب الايه؟ المصلحه. طب انما تغيير صيغه الاذان، ما فيش حاجه اسمها تغيير صيغه الاذان، الاذان توقيفي. هو اللي بيحصل اذان يؤذن كما هو، وبعد انتهاء الاذان يقول المؤذن صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم. تمام. صلوا في بيتكم، يعني ما فيش إقامة صلاة في المسجد، فكل واحد يصلي في بيته. طب فضيلة الشيخ تعليق حضرتك إيه على الصورة اللي هي كانت من مسجد في أندونيسيا اللي كانت المسافة بين كل مصلي كانت متر، لأن كان في ناس امبارح علقت تعليقات على السوشيال ميديا وقالت يا جماعة ما ينفعش صلاة جماعة تبقى الناس واقفة بعيدة عن بعض والمسافة ما بينهم متر، تعليق حضرتك إيه على كده؟ هو الشرع شرع، وإذا لم نقدر على أن نقيم الشرع فالضرورات تبيح المحظورات. تمام. ده حاجة. الحاجة الثانية أداء الصلاة هو أداء الصلاة، فإن لم نقدر على إقامتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة، فسألوا سيدنا النبي وكيف تصف الملائكة، قال يتمون الصفوف الأول. والإتمام هو الصف أن يكون بالمحاذاة، ولذلك الإمام يقول القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، قل سووا الصف او سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اتمام الصلاه او من تمام الصلاه. تمام. انما اللي حصل في اندونيسيا ده انا يعني ضحكت لانه فكرت عامل زي ماتش الكوره بالظبط. ان لم تقدر على ذلك الوقايه خير من العلاج، خلاص ما تصليش جماعه.
فصلاة الجماعة يعني ده سنة عن سيدنا رسول الله، سنة مؤكدة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهل يجوز، هل يجوز ترك السنة لدرء البلاء؟ يجوز ترك السنة لدرء الابتعاد عن البلاء والخوف من البلاء، يجوز تركها، إنما لا يجوز فعل السنة بهذه الطريقة، في طريقة مخالفة ان طبعا هم يقفوا هي حرمة، متباعدين يعني. إنما يقفوا متباعدين. خلاص ما تروحش المسجد، اه لا تذهب إلى المسجد بدل أن تخل بهيئة الصلاة، ده اسمها هيئة للصلاة، هيئة اه صلاة الجماعة هذه هيئة، طب فأنت عايز، لم تقدر عليها خلاص لا تذهب المسجد. طب تفضل. عايزة أعرف تعليق حضرتك إيه على غلق السيدة زينب امبارح بعد حلقة الذكر اللي كانت بعد صلاة الجمعة؟ والله بالنسبة لمسجد السيدة زينب أنا كنت فيه إماما وخطيبا سنة 2000 ل 2006، مسجد آه السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، فحضرت قضية الموالد، وهو آه بداية المولد الزينبي من الأسبوع ده للأسبوع الجاي آه أو نهاية يوم الثلاث الجاي القادم، ده المولد الزينبي. فالمولد الزينبي بيأتي فيه الناس من كل محافظات مصر، آه فتخيلي بقى لما كل المحافظات تبعت 10 مندوبين أو 20 مندوب يأتي، ويكون فيه واحد مريض من اللي عنده مثلا، تمام وتناقل الفيروس، لان الناس الفيروس يتناقل عن طريق الهواء اه وعن طريق اللمس، تمام والمسجد الزينبي كله تمسح وتبرك بالحيطان وبالمقصوره، اه فخشيه ان ينتشر المرض فقلنا يغلق المسجد. نعم يغلق المسجد عادي، لانه في وقت المولد الزينبي المبارك ماشي، لانه في وقت الصلوات ويعلقوا كالمساجد كل المساجد، اه ما فيش مشكلة فيه لاتقاء هذا المرض. اه فعشان كده قلنا لو المرض انتشر بين الناس اللي جاية من محافظات مصر كلها بأكملها وذهبوا للمحافظات، هينشروا المرض، هيبقى صعب جدا بعد كده لهذا الوباء ان احنا نسيطر عليه. السيطرة عليه. اه فدرء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ على جلب المصلحة. فمسجد تمام. السيدة زينب أو مسجد سيدنا الحسين أو مساجد آل البيت بالذات تلاقي فيها الحضرات مقامة، لأنه جدول حضرات، اه فإغلاقه من باب الوقاية خير من من العلاج، العلاج. من باب سيدنا هو فر من المجزوم كما تفر من الأسد، اه أفر من قدر الله إلى قدر الله. تمام. وبعدين الصلاة في المساجد كلها على مستوى العالم الركعة بركعة، إلا المسجدين، إلا ثلاث مساجد، مسجد الأقصى ب 500 ركعة، ب 500 الصلاة، ب 500، ومسجد النبوي الصلاة ب 1000، والمسجد الحرام الصلاة ألف. ب 100 ألف. وأغلق المسجد الحرام وأغلق المسجد النبوي، وفي الطريق المسجد الأقصى اللي هم فيهم أفضلية الصلاة، بالظبط يبقى يسري هذا الأمر على كل المساجد جميع من باب المساجد. أولى حفاظا على البشر. ولما ربنا يزيح الغم عن هذه الأمة تفتح الدنيا إن شاء الله، إن وكل شاء يبقى الله متعافي إن ولا شاء نرى الله. في بلدنا مكروها ولا، يا اللهم رب آمين العالمين. اللهم آمين. بنشكر حضرتك جدا فضيلة الشيخ محمد حماد الواعظ العام للقوات المسلحة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. بنشكر حضرتك جدا على توضيح الأمور، لأن امبارح كان يوم الجمعة، كان طبعا بعد صلاة الجمعة مجموعة من الأحداث حصلت كتير جدا جدا، بس برضه ما نقدرش ننكر إن امبارح برضه حصل حاجة كانت حلوة جدا، وهو إنه بعد صلاة الجمعة في بعض الأحياء الشعبية وبعض المحافظات الناس بقى متعودة بتقف مع بعض ويسلموا على بعض ويتجمعوا ويتكلموا كده وكده ويتمشوا مع بعض، ابتدت دوريات الشرطة إن هي بتنتشر في بعض المناطق، وتبتدي تحس المواطنين على إن هم يطلعوا بيوتهم ويرجعوا، ما يبقوش واقفين في تجمعات عشان ما يبقاش في خطورة عليهم. ودي كانت من الحاجات الجميلة جدا، وفعلا فعلا الحكومة والشرطة قايمة بدورها على أكمل وجه، مش ناقص غير ان احنا نسمع الكلام، مش ناقص اي حاجة تانية، ان احنا نسمع الكلام ونلتزم بيوتنا لحد ما نعدي الفترة الحرجة دي والامور تستقر وترجع الحياة لطبيعتها، ونصلي في الجامع ونقف مع بعض ونزور بعض والدنيا ترجع تمام التمام، ما فيهاش اي حاجة خالص. طيب في ناس كتير كانت متضايقه جدا من الموضوع ده، تقول يا جماعه يعني ايه تبقى الشوارع فاضيه؟ يعني ايه ما نقفش مع بعض؟ يعني ايه ما نخرجش؟ يعني ايه ما نروحش ما نجيش؟ يعني مثلا لما صدر القرار بتاع ان هو تقليص الساعات اللي بتفتح فيها المحلات التجاريه والكافيهات والمطاعم، ما عدا طبعا البقاله والصيدليات واللي هي الحاجات الخدميه، فوجئنا بقى بحاجات جميله، فوجئنا بان في ناس كانت ملتزمه جدا جدا، وفعلا الساعه 7 بالدقيقه ما فيش اي محلات منوره، ما فيش كافيه منور، ما فيش مطعم منور، والدنيا ملتزمة جدا جدا. لكن فوجئنا ببعض الناس كانت بترتكب مخالفات ومدارية بقى على نفسها. فوجئنا انه كان في فيديو منتشر جدا جدا لمجموعة من الشباب قاعدين في قهوة كده عاملة زي جراج وقافلين عليهم،
يلا بقى ايه في المداري كده بينا وبين بعض كده، محدش فينا محدش واخد باله ان احنا قاعدين مع بعض وقافلين على نفسهم، يعني قمة الخنقة وقمة المرض، والمرض ينتشر جامد جدا جدا. احنا مش بنقول لكم ما تتبسطوش وما تتفسحوش وما تخرجوش ما تقعدوش مع بعض، لكن احنا في فترة حرجة. لو احنا عدينا الفترة الحرجة دي هنقدر ان احنا بعد كده نعيش حياتنا بشكل طبيعي جدا جدا. لكن انت لما تقعد في وسط ناس كتير وقافلين على نفسكم عشان ما تدفعوش غرامة، هو فكرة مش فكرة الغرامة، هي فكرة ان الغرامة التانية اكبر غرامة من صحتك وصحة اهلك، ابوك وامك وجدك وجدتك وولادك وكل الناس اللي حواليك. ما ينفعش، يعني هي المشكلة هنا مش فكرة فلوس انت هتدفعها عشان انت كسرت القانون او كسرت الحظر اللي رئاسة الوزراء طلعته، لا الموضوع هنا اكبر من كده بكتير. معنا تليفون نقول مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتعرف على حضرتك. السلام عليكم مدام مها من البحيرة. اهلا وسهلا يا استاذه مها، كل سنه وحضرتك طيبه وبخير وبسعاده. وانت طيبه. اهلا بيكي. قولي لنا يا استاذه مها، انت بتشتغلي ولا سيده منزل؟ لا سيده منزل. طيب قولي لي بقى النهارده في عيد الام بقى عملتي ايه؟ قلنا لماما كل سنه وانت طيبه طبعا. وهي طيبه وبسعاده وربنا يخليها لك يا رب ويحفظها من كل شر. يا رب الله يخليك. ولادك جابوا لك ايه بقى؟ علاء ابني الكبير جاب لي تورتايه، وياسمين جابت لي حاجه لبس، يعني كل واحد حاجه كده. ربنا يخليهم لك يا رب كده ويبعد عنهم الشر. قولي لي بقى انت عملتي ايه معاهم بعد لما قعدوا في البيت بعد تاجيل الدراسه؟ انا فرحانه بيهم طبعا ان هم قاعدين واشبع منهم. مطمنه. بس زعلانه من الدوشه. اكيد. طب انت مش بتفكري مثلا ان هم يعملوا اي حاجه يستغلوا بيها قعدتهم في البيت، مثلا يقروا يتفرجوا على حاجه مفيده مثلا، بحيث ان هم ما يحسوش ان السنه فعلا ضاعت عليهم؟ هم الحمد لله مستواهم حلو، بس هم عايزين ياخدوا عطله كمان من المذاكره. فرحانين ده كلهم فرحوا واتبسطوا وهاصوا طبعا، وبيرتبوا مع اصحابهم هيقضوا الاجازه الحلوه دي ازاي في الجيمز والفرجه على الافلام والتلفزيون. ايوه. يعني مش بتفكري مثلا، مش بتحاولي ان انت تعملي لهم كده نظام، مثلا تقولي لهم مثلا هديكوا اجازه اسبوع او 10 ايام، بعد كده نعمل نظام مثلا نقرا كل يوم نص ساعه، نحاول ان احنا نتفرج على حاجه شويه تكون مفيده، وبقيه اليوم اسيبكم تلعبوا، بحيث ان هم يستغلوا قعدتهم في البيت، ما يبقاش كده الامور كده الدنيا ضايعه. اه والله، بس هم يعني عايزين ياخدوا وقت اللعب. اكيد. وبعدين انا بيني وبينك خايفه برضه كورونا يحصلنا. لا بعد الشر ان شاء الله. انت قولي لي انت عامله اجراءات ايه بقى، يعني انت يا امان يا مها اسفه، انت محصنه بقى نفسك ازاي وبيتك وولادك، بتعملي ايه؟ احنا النهارده تعاوننا عندنا في المنطقه اللي احنا فيها كده، نظفنا الشارع ومسكناه بكلور خام ورشناه كلنا. برافو عليك. كنت منطقه ايه يا مها؟ في منطقه اسمها الجوجيه. ما شاء الله. فين؟ في مركز الرحمانيه بحيره. برافو عليكم، محافظة البحيرة يا جماعة أبطال أهو، تعاونوا مع بعض وطهروا المنطقة بتاعتهم. أيوة. واللي جينا برضه لسه من وزارة الصحة وكده جم رش الشوارع اللي هم تبع المستشفيات والهيئة العامة وكده. جم رشوا برضه بحاجات أجهزة تبعهم بعد إحنا ما خلصنا رش. برافو عليك يا مها، واحنا بنشكرك وبنشكر اهالي منطقتك كلها، وانتم مثل يحتذى بيه ان شاء الله بين كل المحافظات وكل الاحياء. بنشكرك جدا وكل سنه وانت طيبه. الو، معانا تليفون تاني. مساء الفل. السلام عليكم. استاذ سيد. مساء الفل يا استاذ سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ سيد. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب برضه يا استاذ سيد، مفيش مشكله، الاب برضه مفيش اي مشكله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه. اول الدرجات دي يعني، بس حضرتك منورنا. قول لي يا استاذ سيد تعليقك ايه بقى على الاحداث بقى كلها؟ والله ربنا يعني يحرس بلدنا يا رب، يعني ويسترها ان شاء الله علينا، وتعدي الازمه بخير علينا وعلى دول العالم كلها طبعا. امين يا رب. بس نتمنى من الشعب عموما الالتزام. ويعني يحاولوا ينفذوا التعليمات اللي الحكومه بتقول عليها. يا ريت. يعني نحاول على قد ما نقدر ما نخرجش من البيت، نحاول على قد ما نقدر نحافظ على اولادنا. طبعا في سلوكيات كتير غلط يعني. بس نقطه منها الناس بتقولها، يقول لك اصل الاولاد اللي هم اقل من 9 شهور ربنا حاميهم ومش هيجرى لهم حاجه. فنخرج بيهم عادي، مفيش طبعًا مشكله. طبعا ماشي، دي حاجه مقبوله، لكن ممكن ده الطفل الصغير ده ان شاء الله ما يجروش حاجه، بس ينقل المرض لحد كبير كده. او ينقل المرض لحد تاني تعبان او عنده مرض يؤدي ان هو يضيعه يعني. فاحنا نحاول نحافظ على نفسنا
نعمل لنفسنا حجر صحي حتى الفترة دي لحد ما نعدي حتى شهر طب 3. احكي لي انت يا استاذ سيد بقى بتعمل ايه بقى في شغلك، بتعمل ايه في بيتك، احكي لي بقى استاذ سيد. مش من البيت. اتفضل. حاجة انا شغال في التأمينات، فعندنا في التأمينات يعني في شغل، بنروح الشغل متوزع ما بيننا وبين زمايلنا، بنروح يوم ويوم بالتناول كده مع بعض. فبنروح بنحاول على قد ما نقدر برضو، يعني هي الامكانيات عندنا صعبه شويه، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر، احنا امكانياتنا الذاتيه بقى جهودنا احنا ان احنا نقي نفسنا ونقي الناس اللي هم المترددين على التعامل معانا في الشغل، ان احنا نحاول نحميهم ونحمي نفسنا. ان احنا ننظم الشغل، نطهر المكان اللي احنا قاعدين فيه. تمام. ما نتداولش الادوات بيننا وبين بعض. نلبس جوانتيات، نرش اللي هو المطهر او الكحول. وملتزم بالخروج يعني. يا استاذ سيد على قد الضروريات الشغل، مثلا انت بتقضي حاجه البيت وخلاص، لكن مفيش خروج في اماكن تجمعات ولا كده. بالظبط كده. بحاول ان حتى الاطفال الاولاد مجننني في البيت أكيد. بس على قد ما اقدر ان انا بحاول احافظ عليهم. انت بتفهمه ان دي فتره مؤقته وان احنا بنحمي نفسنا عشان نقدر نعدي الازمه دي ونعيش حياتنا بشكل طبيعي بعد كده. بالظبط بالظبط بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ سيد على مداخلتك الجميله. لان انا الواحد بيشوف حاجات كتير غلط، بس الواحد ما بيقدرش يعدي كل اللي هو بيشوفه يعني. اكيد طبعا. بس انت بتنصح الناس اللي حواليك، يعني بتنصحهم يعملوا ايه لو حد بيعمل سلوكيات غلط، انت بتقول له وبتنصحه، وان شاء الله ربنا يعدينا من الازمه دي كلنا على خير باذن الله. بنشكر حضرتك يا استاذ سيد. معانا اتصال تاني، نقول مساء الفل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف على حضرتك. محمود العدوي حمادي. اهلا بيك يا استاذ محمود، اتفضل. ان شاء الله ربنا يحفظ مصر. اللهم امين. من كل سوء يا رب يا رب. وانا بقول يعني الامور المفروض ان شاء الله ناخدها جد وما نستهترش يعني. فانا بقول حافظ على نفسك واغسل ايدك باستمرار، وبلاش عفويه وتنسى حياتك وتاخد امورك باستهتار. ده مرض خطير وعلاجه في ايدك، ما تضيعناش وتضيع تحتار. واسمع منا والزم بيتك، وهي فرصة، صلي وصوم واقرأ القرآن، وعلم أولادك في شيء يدعو لك، والنظافة من الإيمان. خليك دكتور على نفسك وغيرك، أجرك كبير وانت الكسبان. ولو تعبان الصحة تجيلك، وإن شاء الله تعيش وأمان. وعزمة وعدينا والله يعينك، بلدك عايزاك، اصحى يا غفلان. وبشكرك. الله عليك يا استاذ محمود، برافو عليك. احنا بنشكرك جدا على المداخله الجميله دي، وبنشكر كل اللي اتصل بينا وكل اللي بيعلق على الاحداث. ومدام مها اللي كلمتنا في الاول، اللي قالت على اهالي البحيره اللي هم اشتركوا مع بعض وطهروا المنطقه بتاعتهم، النهارده كمان اهالي منطقه عابدين كلهم لموا من بعض واشتروا جهاز لتطهير المكان يعني، وقالوا ان هم بعد ما ينتهي الازمه دي هيتبرعوا بالادوات والمعدات بتاعه التطهير للقرى الموجوده في الفلاحين. وهم بصراحه يعني طهروا مناطق كثيره جدا جدا، منها شارع عبد العزيز ومنطقه المحكمه عابدين وحديقه عابدين، وبصراحه عملوا شغل جامد جدا، حتى كمان طهروا المنطقه اللي بيقف فيها عساكر المرور. بصراحه انتوا مثل جميل ورائع، ويا ريت كل الاحياء تعمل زيكم. واحنا لسه مكملين معاكم، معانا اخبار كتيره جدا جدا. معانا نهى من اسكندريه، مساء الفل يا نهى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا رب، كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. قولي لي بقى عملتي ايه النهارده في عيد الام؟ عايزه اقول لك وشك ما شاء الله تبارك الله، يعني الله اكبر عليك. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي، ربنا يخليكي. قولي لي بقى عملتي ايه النهارده في عيد الام؟ والله انا عايزه ابعت تهنئه لامي لان انا ما رحتلهاش فبعتذر لها. اتفضلي يا حبيبتي. طبعا انا عايزه اقول لها امي انت البدر المنير الذي يضيء لنا السماء ونستمد منه ضياءه، امل الحياه انت لؤلؤه ماسونه يوما بعد يوم، وتضع اعماق القلب البحر، فانت غاليه عليا يا امي، مكانك في قلبي في حياتي، وستظلين في قلبي بعد ما مات. كل عيد ام وانت منوره الدنيا كلها، وكل حب وتقدير ومعايده لامي الحبيبه. وبمناسبه الاسراء والمعراج بحب اهني المسلمين جميعا، وربنا يشيل البلاء والوباء يا رب. اللهم امين. اللهم امين، ربنا يخليها لك ويحفظها لك يا رب. وايه الكلام الحلو ده، النهارده الشعب يا جماعه كله بقى شاعر وبيقول حاجات في منتهى الجمال. انا مبسوطه بيكم جدا جدا وسعيده بيكم جدا جدا. طب احنا هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنكمل الاخبار، وهستقبل برضو تليفوناتكم وعايزه تعليقاتكم على الاخبار كلها. فاصل وراجع لكم على طول.
سمعت شوية مكالمات بصراحة ادوني كده طاقة إيجابية جميلة جدا جدا. ربنا يسعدكم يا رب ويخلي اليوم كده جميل وسعيد وننسى أي حاجة مضايقانا ونستمتع باليوم كأن مفيش أي حاجة. من الأخبار الطريفة وفي نفس الوقت برضو يعني فيها سن الدراما كده، من فترة كان في أحد المحافظات في عرسان يعني تحدوا كل القوانين وكل حاجة وعملوا فرحهم وعزموا شوية ناس قليلة جدا جدا، والموضوع يعني عدى. كان لسه القرار بتاع رئاسة الوزراء ما طلعش ان هو المحلات وكل الأماكن العامة اللي هي غير خدمية بتقفل الساعة 7. امبارح بقى في الجزائر في عرسان عملوا بقى زيهم، اللي حصل ان الشرطة الجزائرية دخلت قبضت على العريس والعروسة، خدتهم كده من غير اي مقدمات، قالت لهم انتوا خرقتوا القوانين وفي فيروس منتشر، وقبضت عليهم بس سابت المعازيم. هو ده اللي كان في الموضوع غريب شويه. طيب كمان من الاخبار اللي كانت حلوه جدا امبارح وتبين قد ايه الحكومه بذلت مجهود خرافي ان هي زي ما بتقولوا تحابي كده على المصريين الموجودين في الخارج في كل الدول، ان امبارح مصر بعتت 5 اتوبيسات لحدودها مع السودان عشان تجيب المصريين اللي كانوا عالقين هناك، وخدت لهم كل المستلزمات من اكل وشرب وملابس وكل حاجه، لان هم كان فيهم ناس كبار وكان معاهم اطفال وكان في شباب. فبجد بجد الحكومه بذلت مجهود خرافي ان هي تحاول تحسس المصريين في الخارج ان هي موجوده معاهم وان هم يوصلوا بلدهم بامان، في حين ان في جنسيات كتير موجوده في دول كتير مش عارفه ترجع بلدها بسبب طبعا انه المجال الجوي يعني خلاص اتقفل خالص ما بين جميع الدول. فدي حاجة كويسة جدا جدا. من كمان الحاجة اللي الناس كتير قوي استغربتها امبارح وهو التايمز سكوير في نيويورك ان هو خالي تماما من ولا بني آدم، فاضي تماما ما فيهوش ولا شخص ماشي فيه. التايمز سكوير ده مليان مطاعم، مليان كافيهات، مليان مسارح بيتحط فيه الاعلانات عن الكونسرتس او الحفلات الغنائيه، عامل كده عندنا زي ميدان التحرير ونعمه بي، فاضي تماما ما فيهوش ولا شخص ماشي. مش بس التايمز سكوير، كمان كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، واشنطن، فرنسا، ايطاليا، كل دول العالم التزمت بالحظر والحجر الصحي الاجباري اللي ألزمته بيها الحكومه. كل الناس سمعت الكلام، خلاص ما بقاش فيه هزار، ما بقاش فيه خلاص اي مجال ان احنا نقول عايزين نخرج او نروح او نيجي. كمان النهارده من الاخبار اللي كانت الى حد ما يا رب نكون يعني هي اخبار مبشره يا رب احنا كمان نوصل لها، ان الصين النهارده لليوم الثاني على التوالي بتسجل سلبيه الحالات، يعني النهارده فيش ولا حال، النهارده وامبارح بقى لها يومين ما بتسجلش إصابات تماما بفيروس كورونا. يا رب عقبالنا نوصل كده لزيرو حالات وما يبقاش عندنا أي حالة موجودة خالص عندنا في مصر يعني. طيب يا ترى بقى الرياضة، الرياضة وضعها إيه في اللي احنا فيه ده بقى؟ طبعا الدوري المصري متوقف، الدوري الإنجليزي أعلن امبارح إن هو هيفضل متوقف لغاية يوم 30 إبريل وهيستؤنف من 30 إبريل، وفي ناس فرحت جدا جدا على الرغم إن كان في تعليقات تانية قالت لك يا جماعة أنتوا منين حكمتوا إن هو ينفع إن هو يشتغل 30 إبريل مع وجود أنباء عن إصابة بعض اللاعبين في بعض الأندية، لكن هو فعلا اتقال إن هو هيستأنف يوم 30 إبريل. طب أنا معايا دكتورة جيهان فرحات رئيسة رابطة المرأة المبدعة، مساء الخير يا دكتورة جيهان. اهلا اهلا، مساء الخير. اهلا بحضرتك، حضرتك نورتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه وبخير وبسعاده. كل سنه وكل ام يعني طيبه، وان شاء الله يكون يوم سعاده وصحه ان شاء الله وعافيه. يا رب يا رب. دكتورة جيهان النهاردة لازم نعترف ان عيد الام السنة دي 2020 هو مختلف، في امهات كتيرة جدا زعلانة، في ناس كتير زعلانة ان هي معرفتش تروح لامها وتاخدها في حضنها وتبوس ايدها ويحتفلوا والعيلة تتلم وكل الكلام ده كله، حضرتك تقولي لهم ايه؟ يعني تطمنيهم وتطمني نفسيتهم وتقولي لهم ايه؟ انا عايزة اقول لكل مرأة وكل ام وكل يعني سيدة في مصر ان دي حاجة مش خاصة بمصر بس، دي حاجة عالمية. يعني دي ازمة مش متعلقة بالوطن العربي ولا باسيا ولا باوروبا، لا دي حاجة احنا كلنا كسيدات وكأم بنعاني منها دلوقتي، وكرجال طبعا، بس انا بتكلم علشان النهاردة يعني يوم مميز للأم. واتمنى ان كل مرأة تكون مبدعة في حياتها دلوقتي في مرحلة وبدقة في حتة معينة، هي حتة الصحة، تعقيم بيتها، توعية اولادها، تعقيم اولادها،
جيرانها تخلي بالهم منهم، البيت اللي حواليها، البيوت اللي حواليها، نشر التوعية والتفاؤل ورفع المعنويات مهم جدا. ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني إحنا خلينا نعمل اللي علينا من الناحية الصحية ونلتزم بالتعليمات العالمية. وبعدين خلينا برضو نعترف بحاجة، إحنا الحكومة بتاعتنا كانت سباقة، يعني فعلاً. كون إن هي تعمل نظام للتربية والتعليم يعني تديهم إحساس بالاستقرار النفسي، إن هم ما يقلقوش ويقعدوا في بيوتهم وحيذاكروا من بيوتهم. استجابت للأمهات يا دكتورة جيهان، كان في مطالب قوية جدا، الأمهات بتطالب من بدري، بتطالب وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، إحنا عايزين الولاد يقعدوا في بيوتهم واستجابوا. الاستقرار النفسي، فهم يعني أنا بقول إن الحكومة عندها إحساس بنبض ومشاعر المواطنين في مصر، فبقت هي سباقة دايما إن هي تحقق لهم طلباتهم بشكل يعني يخليهم مطمنين، زي ما تقولي شكل برضو احترافي. يعني بتشوف احنا محتاجين ايه كمواطنين وبتعمله بشكل احترافي صحيح، وعلى طول ما بتتجاهلش احاسيس ومشاعر وصوت الشارع. يعني يكون ان الجيش ينزل ويبتدي يطهر المنشآت، كل الجامعات وكل المدارس وكل المساجد وكل الكنائس، ده شيء نفتخر بيه. صح، يعني حتى لو حتى لما اتقال هيبقى في حظر تجوال فقالوا لا احنا مش هنحبس الناس، لا احنا بس هنقلل ساعات اللي هي فاتحه فيها الاماكن اللي ممكن يكون فيها تجمعات. وبعدين خلي بالك برضو الحكومه يا حبيبتي دلوقتي وحضرتك عارفه كويس ان هي قللت العماله في الجهاز الحكومي كله. صحيح صحيح، وابتدت تعقب المباني وتعقب كل الجهات اللي ممكن يبقى فيها اي تلوث او فيها تجمعات او الكلام ده كله، وابتدينا نعيش ثقافه مختلفه. صحيح، احنا دلوقتي بنشتغل من البيت، وصدقيني الشغل من البيت بيديكي احساس بالمسؤوليه اكبر عليكي. يعني كنا فاكرين ان احنا يوم ما يجي يوم علينا في يوم من الايام نشتغل من البيت ده هيبقى يعني فانتسي، وراحه يعني بقى واخده حريتك وهتبقي بقى بالانطلاقة. أبدا، ده أنت بتحسي بمسؤولية أكبر وبتبقي متابعة شغلك أكتر، لأنك مش عايزة تكوني مقصرة. بالظبط، لأن الحكومة ادت لك حقك. ادتني حقي وادتني الثقة وادتني إحساس، يعني الإحساس بالأمان، وإن هي خايفة عليا أنا وأولادي وعيلتي، وخايفة على المواطنين. ورفعت درجة الإحساس بإن البشر أهم من أي حاجة. لا للخسائر المادية أمام حماية البشر، لا للخسائر العملية والاقتصادية والتجارية والحكومية. أهم حاجة حماية صحة الإنسان. الإنسان فدي بحد ذاتها تخلي كل أم النهاردة تقول سواء على الواتساب او على الفيسبوك او عن طريق التليفون او عن طريق، احنا دلوقتي خلاص يعني جهات التواصل بقت متعدده وكثيره. والحمد لله، يعني الحمد لله احنا الانترنت شغال كويس جدا في مصر. التليفونات موجوده ومتاحه ومباحه مع كل الطبقات، مفيش طبقه معينه هي بس اللي بتتمتع اللي هي تستخدم التليفون، لا احنا كلنا خلاص الانترنت والتليفونات موجودة والتواصل الاجتماعي موجودة. فمعلش السنة دي خليها نقول استثناء سنة كده، يعني سنة واخدينها بشكل كاجوال شوية، لكن اكيد الام اللي ابنها او بنتها ما قدروش يروحوا لهم هي فاهمة ان ده لحمايتهم ومصلحتها طبعا، اكيد، وحماية البلد طبعا. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة جيهان فرحات، رئيس رابطة المرأة المبدعة. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير، وبنشكرك على المداخلة الجميلة، متشكرين لحضرتك جدا. طب بنكمل كلامنا على الرياضة، وكان الحديث بقى الأكبر أو المشكلة كانت الكبيرة في دورة الألعاب الأولمبية اللي هي هتقام في طوكيو في أغسطس 2020. أعلنت اللجنة الأولمبية، قالت لك إنه دورة الألعاب الأولمبية هتقام في ميعادها، مفيش تأخير ولا تأجيل. فابتدى الأبطال اللي هم قالوا لك يا جماعة إحنا هنتمرن فين وإزاي في ظل الظروف اللي بتحصل دي كلها، هنعمل إيه؟
فقالوا خلاص احنا هنمد فترة المران بدل ما كانت هتبقى لغاية مايو هتبقى لغاية يونيو، وهيتعمل لهم معسكر مغلق وفي كافة الامكانيات المادية والمعنوية في المركز الاولمبي في المعادي. وابتدى مجموعة من الابطال الاولمبيين يطلعوا يدلوا بتصريحات عن خوفهم ان هم ما يبقوش على مستوى جيد من في المشاركة في الاولمبياد. طبعا مصر هتشارك باعداد كبيرة في الالعاب الفردية، بالاضافة طبعا لفريق كرة القدم الاول للناشئين لكرة القدم هيخش طبعا اولمبياد اغسطس 2020. نتمنى ان شاء الله ان هو ده ما ياثرش على مستواهم، ونتمنى ان هم يتمرنوا بشكل جيد وان هم يخشوا دورة الالعاب ويحققوا مراكز اللي هم كانوا بيتمنوها على قد تعبهم وعلى قد امنياتهم. طيب دكتورة دينا احمد معانا، مساء الفل يا دكتورة دينا. مساء الفل عليكي وعلى مصر كلها يا حبيبتي. دكتورة دينا دكتور اساليب دكتوراه في اساليب التربية. دكتورة دينا احنا عايزينك بقى في استشارة مهمة جدا جدا. تمام تحت امرك. احنا دلوقتي كل بيت مصري بيواجه مشكلة جبارة، الولاد قاعدين في البيت، نعمل ايه؟ مفيش خروج، مفيش نادي، مفيش مول، مفيش سينما، مفيش مطعم، مفيش أي حاجة. ادينا بقى روشتة كده يا دكتورة دينا، الناس تعمل ايه؟ طيب تمام، مبدئيا كده احنا هنتعب شوية مع ولادنا. أكيد. في الاجازه دي لازم نبقى عاملين احنا كمان بلان ازاي نقضي لهم الاجازه دي. بحيث يبقى متعه وتعليم. تمام تمام، هنعمل لهم سينما وهنعمل لهم المسرح وهنعمل لهم كل حاجه في البيت. ايه الحاجات الحلوه دي يا دكتوره دينا؟ يلا ادينا روشيتا بقى. تمام، اولا وقت الصبح ده وهنتفق معاهم، ده هنقعد معاهم وهنتفق ان احنا هنقسم يومنا. وقت الصبح دوت هنشغله ان احنا لازم نكمل الدراسه بتاعتنا. لان المناهج مترتبه على بعضها زي البازل كده. هتقنعيهم ازاي يا دكتوره دينا؟ تقنعيهم ازاي ان هم يقعدوا يدرسوا؟ هنقعد ندرس ازاي؟ هنمسك مثلا اللي هي الماده اللي الولاد كلها بيعانوا منها، ولتكن ماده السوشيال، لان دي اكتر ماده الولاد بيعانوا منها. اكيد. تمام؟ عندنا وثائقيات على الانترنت هتخليهم يقعدوا ويتفرجوا بمنتهى المتعه. منها ان هو هيتفرجوا، وده اكتر حاجه بيحبوها ان هم يقعدوا يتفرجوا على افلام. بس في نفس الوقت هتبقى افلام ريليتد للي هم بيدرسوه. تمام. تمام. الماس عندنا حاجات كتيره قوي فيديوهات عليها، الكارثه الكبيره بقى عن الماس. هنا بقى يقول لك لا اصل انا مش فاهم الحته دي. لا اصل انا مش عارف الحته دي. ده طيب بيقولوا مش فاهمين اونلاين يا دكتوره دينا، لما مدرسه كانت بتنزل الماتيريالز اونلاين بيقول لك احنا مش فاهمين من شرح التيتشر على الاونلاين. يا جماعه بسيطه جدا، هو انت بتقعد في الكلاس عامل ايه؟ مش التيتشر بيبقى قدامك؟ احنا جايبينه لك على الوسيله اللي انت بتحبها اونلاين. وهنقعد مع بعض انا كمان، طب ايه رايك تفهم وتفهمني؟ انت بقى هتبقى التيتشر بتاعي، انا مش عارفه المنهج بتاعك كويس، فانت اللي هتبقى التيتشر بتاعي. تمام. الولاد اللي بيدرسوا بلغات مختلفه، احنا عندنا ولاد بيدرسوا انجلش وبالفرنساوي بالجيرمن وكذا لغه. في الفتره دي اللغه لو ما استخدمتش هتنزل المستوى بتاعها، هينساها بالظبط. هنتفرج على افلام وافلام وداوت سبتايتلز ونخليهم هم يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي، هيكتبوا فوكات جديده، هيقدروا بعد كده يركبوا الكلام على بعض. وده هيساعدنا ان احنا نخلي الولاد يفكروا تفكير عملي منظم. مش انا عشان قاعد في الاجازه يبقى كله لعب، لا مش كله لعب. هيبقى في وقت للمتعه، هيبقى في وقت للمتعه، لكن التعلم في الفتره دي مهم جدا عشان ما احسش ان السنه فعلا ضاعت عليه، وان هو لما دخل السنه اللي جايه في حاجات كتير جدا وقع منه وحاجات اتنست، والمود بتاع التعليم نفسه هو خلاص، هو دلوقتي فاكر نفسه في الاجازه الولاد مهيصه ومهيبره بطريقه فظيعه. يعني انا شايفه ان النظام الريسيرش اللي هينزل دوت لو علمنا بيه ولادنا دلوقتي هنكتشف فيه مواهب غير طبيعيه. تمام. ابسطها ان هو لو اتفرج وقرا وجه يعمل البحث الاول هيبقى ريتن قبل ما يبعته، فيمكن نكتشف ان هو عنده موهبه الكتابه. هنطلع اديب. يمكن واحنا قاعدين دوت طيب معلش يا جماعه احنا مش هنتفرج ومش هنمسك تليفونات لا انا ولا انت، تعالى نرسم. تعالى نتكلم. احنا فقدنا لغه الحوار بيننا وبين ولادنا، يعني انا بشوف بيوت الاب والام بيكلموا ولادهم على الواتساب. فعلا بيبقوا في الاوضه اللي جنبه، تبعت له على الواتساب. طبعا. طبعا.
بالعكس احنا فتره الاجازه دي التوتر اللي بقى فيه الطفل من المدرسه والهوم ووركس والاكتيفيتي اللي مطلوبه منه، فرصه ان احنا نكتشف امكانياته، نكتشف مواهبه، وكمان نعرف مشاكله. في امهات كانت بتبقى يعني من كتر ما هي منشغله والولاد في المدرسه ما يعرفوش حاجه عن بعض، فدي فرصه ان انا اكتشف ابني مشاكله ايه، يعني نقط ضعفه فين، وابتدي ان انا اشتغل عليه لحد ما يخش العام الدراسي الجديد. تمام جدا، ودوت هيخلينا نتغلب على نواحي القصور في طريقة أداء الطفل نفسه. سواء الاجتماعية أو العلمية، لما هيشوف الحاجة لا الحتة دي أنا احنا ضايعين فيها، لا أنا هاخد بالي، ما كنتش واخدة بالي قبل كده، أنا كنت باجي عايزة أقعد أخلص الهوم وورك أديله المعلومتين يروح يحطهم في الامتحان وخلاص. لا احنا هنا يعني هنأكد على المعلومة بطريقة شيك قوي وبطريقة لذيذة، وهكسبه مهارات اجتماعية. والمشكله بتاعت ولادنا الكبار شويه لما داخلين سن المراهقه، التمرد اللي فيهم ده هنقدر نحتوي ان احنا قاعدين معاهم فتره تعتبر اطول شويه. بصراحه دكتوره دينا ادت لنا روشته جميله ورائعه، ان شاء الله نحاول ننفذها كلنا عشان نستفيد من قعده الولاد في البيت. بشكر دكتوره دينا احمد عبد المجيد ودكتوراه في اساليب التربيه، شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيبه. طيب في خبر حلو قوي كمان كان عن وزارة السياحة، ان وزارة السياحة والآثار كان عندها برضو نوع من انواع الاحساس القوي جدا بالمسؤولية، فتعاونت مع منظمة تعاونت مع وزارة الصحة وعملوا 1000 منشور، متخيلين 1000 منشور في مجموعه من القواعد او من الاساليب التعامل مع كورونا فيروس وازاي الناس تحصن نفسها، وحطوا المنشورات دي في كل المناطق الاثريه ومناطق المتاحف بحيث ان الناس تتمكن ان هي تشوفها وتعرف ان هي يعني تتعقم وتحصن نفسها في حين ان هي لو راحت اي مكان من الاماكن دي، ووزعتها في اماكن كتيره جدا جدا، فدي كانت من الحاجات الحلوه قوي قوي. طب احنا حاليا عندنا مشكلة كبيرة قوي 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 اسمها الشائعات. الشائعات دي كتير جدا تم تناولها على السوشيال ميديا، خبراء وناس اتكلمت فيها كتير قوي، لكن مؤخرا بقى في غرامة وبقى في عقوبة هتقع على اي حد بيقول شائعة، وده لان الشائعة دي بتعمل مشاكل نفسية كتير جدا جدا، وخصوصا ان احنا اصلا في ناس كتير حوالينا عايشة في حالة من الهلع والفزع والرعب الشديد، مش متحملة كمان شائعات. الشائعات دي كمان بتكون دلوقتي بقى مع تقدم السوشيال ميديا بتجيلك بقى صوتية، وبالمؤثرات الصوتية تلاقي بقى الست بتتكلم وبتتوجع وبتعمل اصوات جنبها بتحسسك ان انت فعلا يعني بتحسك في المود فعلا، ان انت فعلا في كارثة في حاجة حصلت، وبتتنقل بسرعة رهيبة جدا. في المغرب اعتقلوا عشرات من الناس كانوا بيطلعوا شائعات كانوا بيخوفوا بيها الناس. مش بس كده، من الاخبار بقى الحلوة جدا في موضوع الشائعات ده ان جوجل ومايكروسوفت يوتيوب فيسبوك والانستجرام وتويتر كلهم عملوا بيان وقالوا ان هم هيحاربوا كافة الشائعات اللي هي من غرضها إثارة الفزع والرعب ما بين الناس. منظمة الصحة العالمية بقى راحت مصدقة على البيان اللي نزلته جوجل ومايكروسوفت والحاجات دي كلها، وقالت انه دلوقتي انه النشر الشائعات المفزعة ده بيعمل نوع من الاضطراب النفسي والصحي وبيخل كمان من الجهاز المناعي للإنسان، عشان كده لازم محاربة الشائعات بكل الوسائل. طيب احنا هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل ان شاء الله هنكمل كلامنا ومعلوماتنا واخبارنا وهناخد اتصالاتنا وتهانيئكم بعيد الام. فاصل صغير راجعين لكم على طول. ورجعنا لكم تاني، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الشائعات واثرها السيء جدا على الانسان من الناحيه النفسيه والصحيه ورد فعل منظمه الصحه العالميه. طب احنا معانا مداخله مهمه جدا من اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق. مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا استاذه يسرى، تحياتي لك ولاسره الاعداد. تحياتنا لحضرتك يا فندم. انا قبل الفاصل يا استاذ فاروق كنت بتكلم على الاشاعات، انا عايزه حضرتك تكلمني عن الاشاعات والعقوبات اللي هي قررتها رئاسه الوزراء على الاشخاص اللي بيطلعوا اشاعات بترهب بقى الناس وتفزعهم. شوفي، اولا الشائعه دي من اخطر الاسلحه اللي بتستخدمها الدول ضد بعضها البعض، وغالبا ما بتستخدم من الدول الاستعمارية والدول اللي هي كارهة، خاصة بتحارب في مجال الشائعات من عدة دول ومن عدة أجهزة مخابرات مختلفة. بالإضافة إلى استغلالهم السوشيال ميديا، وللأسف الشديد
في بعض مننا بينساق وراء هذا وبيصدق هذا الكلام وبياخد منه وبيتكلم فيه يعني. انما الشائعات اللي ماشيه حاليا هي شائعات حول فيروس كورونا، وبعدين بنلاقي على السوشيال ميديا ايضا كثير بيفتي وكثير بيتكلم وكثير اللي يعرف واللي ما يعرفش عمالين يطلعوا فيديوهات ويكتبوا ويقولوا، خلاص بقى كل الشعب وكل اصدقاء الشعب حتى اللي موجودين في الخارج يبعثوا فيديوهات يقولوا هذا الكلام. وللاسف الشديد من بيننا الكثير اللي بيصدق واللي بيعمل وصفات بلديه واللي بيقول واللي كل هذه الشائعات تضر ولا تفيد. طبعا يجب علينا دائما ان احنا نلتزم باللي تقوله الدوله، لكن للاسف احنا بنحب نصدق الكذابين وبنحب نصدق مصدر الاشاعه، ودائما عندنا انطباع بان الحكومه ما بتقولش الحقيقه، بينما الحكومه دائما تقول الحقائق، لان الحكومه بتقود بلد واللي بيقود بلد بيخاف عليها، عايز نظام الحكم يستقر، عايز وجدان الناس يبقى سليم، يبقى المعلومه لدى المواطن معلومه سليمه ومعلومه حقيقيه. ولهذا اصدر مجلس الوزراء من اسبوعين بالسجن 5 سنوات لمن يطلق الشائعات بخصوص العمليات الارهابيه وبخصوص إثارة الفزع والخوف في نفوس الناس. ده تصريح كويس جدا لبرنامج بنات شو يا سيادة اللواء. نعم ده تصريح كويس جدا من حضرتك لبنات شو. ده صدر فعلا بهذا القرار من رئيس مجلس الوزراء، ان 5 سنوات سجن لمطلق الشائعات التي تضر بأمن البلاد القومي، سواء كان من امنها من ناحيه الارهاب او من ناحيه الصحه العامه او اثاره الفزع في نفوس المواطنين. طب يا سياده اللواء، دلوقتي بيبقى معظم الشائعات موجوده على جروب الامهات، عشان دول اكتر ناس بتخاف على اولادها. المذرز يعني الماميز للاسف الشديد من بينهم من بين هذه الجروبات ناس من اهل الشر، أبنائهم في المدارس وبيحطوا السم في العسل وبيقولوا وقائع غير حقيقية وبيقولوا وقائع ما حصلت عشان يخوفوا الأمهات عشان ما يودوش ولادهم المدرسة. بل بعضهم بيدعي أنه طبيبة، وبعضهم بتدعي أن أخوها طبيب أو أختها طبيبة أو قالوا لها يعني. وللأسف الشديد الكل بينساق بهلع نتيجة الخوف على الأولاد والخوف على التعليم، لكن يجب أن يكون عندنا وعي ونعرف أن من بين الأمهات أو من الجروبات المظهر دول في ناس من جماعة أهل الشر، جماعة الإخوان الإرهابية والناس اللي هي ما بتحبش لمصر الخير وبينشروا هذه الشائعات. وللاسف يعني معروف ان احنا بنردد من غير ما ناخد بالنا، وبنعتقد ان كل الامهات سويات، وبنعتقد ان كل الامهات حريصين على المسائل التعليميه وحريصين على اولادهم. طب سياده اللواء، حضرتك ايه رايك في دوريات الشرطه اللي كانت امبارح متواجده في بعض المناطق الشعبيه والمحافظات بعد صلاه الجمعه عشان تقول للناس ان هي تبعد عن التجمعات وتطلع بيوتها؟ شوفي، دي اولا يعني هذا عمل رائع من رجال الامن ورائع من رجال الشرطه وتنفيذ قرار شرطه والجيش. يا سياده اللواء، نعم كان شرطه وجيش امبارح، كان شرطه وجيش شرطه وجيش، والنهارده ايضا علشان اغلاق المحلات في مواعيدها، واللي هو من 7 مساء لغايه 6 صباحا، والقوات الامن لما انتشرت وقوات المسلحه لما انتشرت في الشوارع ونبهت الناس، هو حرصا على مصالح الناس، على صحتهم طبعا، على المواطنين وعلى صحتهم، وان هم يتواجدوا في منازلهم وما ينزلوش بهذه الكثافه بعد الصلاه اطلاقا.
وإن كان كثيرا من الناس انقاعد وكثيرا من الناس التزمت، أنما زي ما أنا سمعت، أنا ما شفتش بعيني، أنما سمعت إن العتبة منطقة شعبية المحلات بها مكتظة، فأنا أوعزت هذا إلى إن إحنا في عيد الأم كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب يا سيادة اللواء، بس كنت في حاجة كمان عايزة أقول لحضرتك عليها. سيادة اللواء كمان، طب بالنسبة للمقاهي بقى، القهاوي اللي هي راحت مدخلة الناس والناس قفلت على نفسها زي جراج كده وفضلوا قاعدين جوه مع بعض. انا شفت دي، شفت دي في مصر الجديده ومدينه نصر، للاسف ناس بتضر نفسها بالظبط، ان ينزل الباب بتاع القهوه او الباب بتاع الكافيه ويقعدوا جوه، وما طبعا بالعكس ده هم بيضروا نفسهم اكتر، لان ما يبقاش في تهويه خالص. يبقى لو واحد بس هيكون كل اللي متواجدين خلاص خلصت كده، انتشر بينهم هذا الفيروس او اي فيروس اخر، لو برد عادي هينتشر ايضا. ولهذا انا بقول يعني الناس دي رغم ان هم في منهم شباب ومنهم متعلمين مثقفين. ومثقفين طبعا، للاسف من بينهم شباب ومن بينهم مثقفين. انما طب ما يقعد في بيته ويقعد في وسط اولاده ويقعد مع اخواته ويقعد كده، وهي فرصه علشان يحصل ألفة ويحصل نوع من نوع التواجد الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة، بدل ما تقعدوا في الكافيهات ونقفل الباب على نفسينا ونقعد نشرب شيشة ونعمل وكده. فإنما للحمد لله صدر قرار بمصادرة جميع الأجهزة الشيش اللي موجودة وتكسيرها، وليس مش هترجع لأصحابها تاني علشان يبطلوا يعملوا هذا المرض الخبيث اللي هو سريع نقل العدوى. سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، بنشكر حضرتك جدا على المداخلة وعلى المعلومات والسبق الرائع اللي حضرتك اديتهولنا النهاردة. تحياتي لك ولأسرة القيادة. متشكرين يا فندم، شكرا لحضرتك. طيب رب ضارة نافعة، برضو الناس برضو دلوقتي ابتدت تقرأ، بما ان الناس قاعده في البيت وبقى في موضوع مهم وترند جامد جدا كورونا فيروس، الناس ابتدت تقرا الكتب الرقميه اللي عملها موقع امازون. موقع امازون سجل رقم قياسي بان في ناس كتير جدا بقت بتدور على الكتب الرقميه اللي صفحاتها اقل من 100 ورقه، وهو بالفعل كان عامل مجموعه من الكتب اللي هي اقل من 100 ورقه اللي فيها مجموعه من الارشادات وكيفيه التعامل بشكل جيد مع فيروس كورونا وكيفيه الوقايه والحاجات دي كلها. جه موقع الاندبندنت البريطاني قال لك لا، موقع امازون مش بيوفر بس الكتب اللي هي بتتكلم على كيفيه الوقايه، ده كمان بيديك وصفات بان انت ازاي تعمل مطهرات تحمي بيها ايدك. طيب والله حاجات جميله جدا جدا. كمان بقى نخش في الجنب بقى فني شويه. كنا احنا قلنا قبل كده في حلقه من حلقات بنات شو عن اصابه النجم العالمي توم هانكس هو وزوجته لما كانوا في استراليا بفيروس كورونا، وان هم دلوقتي في الحجر الصحي. اتعمل يعني هو ادلى ببعض التصريحات وقال ان هو مفيش اي شكوى، مفيش اي حاجه بتوجعه، مش بيعاني من اي حاجه من اعراض المرض الحمد لله خالص، لكن هو بيعاني من بعض من الملل. بس بيقول ان انا اتعلمت شويه حاجات جميله كده، اتعلمت اطبق الغسيل واغسل المواعين، وكمان ان انا اقضي وقت كويس مع زوجتي وبنتكلم مع بعض وهي غلبتني 6 مرات في الكوتشينه. طب والله يعني القعده في البيت اهي يعني بتجيب نتيجه والله، ولو الرجاله كده اتعلمت تطبق لها كم حاجه من الغسيل، تغسل لها طبقين، تعمل اي حاجه، والله الحياه هتبقى جميله وقعده البيت هتبقى بفايده وكلنا هنبقى حبايب ومفيش اي حاجه خالص. طيب برضو احنا كشعب كده جميل، دايما كل محنه بتعدي علينا بتبين برضو حاجات حلوه فينا جدا جدا، بتبين برضو الجدعنه وبتبين ان احنا ازاي بنبتكر افكار ازاي نساعد بيها بعض، وازاي ان احنا نحاول ان احنا اي حد عنده مشكله نحاول نحلها. المبادره اللي انا هتكلم عليها قام بيها مجموعه من اساتذه كليه الطب، وهم عملوا جروب على الفيسبوك فيه حوالي 52 استاذ دكتور ومدرس في كليه الطب وكمان دكاتره في مراكز البحوث الطبيه. عملوا ليه بقى الجروب ده؟
قال لك الناس دلوقتي قاعده في البيت ومش هتقدر ان هي بسهوله لو اي حد اشتكى من اي حاجه وجعاه عنده اي مشكله صحيه مش هيقدر ينزل يروح مستشفى ولا عياده ولا حاجه، بقى في خوف من الحاجات دي. فقال لك احنا من خلال الجروب ده اللي فيه 52 دكتور هنقدم لكم كل الاستشارات الطبيه والنصايح اللي ممكن تفيدكم وتقدروا تعملوها من البيت من غير ما تنزلوا. ولاقى نجاح وتجاوب كبير جدا جدا الجروب ده، وبصراحه فكره رائعه جدا جدا. ودايما اقعد اقول احنا برضو كمصريين عندنا افكار ازاي نساعد بيها بعض، وازاي ان احنا نبقى كده مع بعض في اي حاجه، وان دايما ان المحن مش بتكسرنا ولا اي حاجه خالص. طيب عندنا كمان وسط كل اللي احنا بقى عايشين فيه ده والأزمات النفسية والصحية وحالة الخوف والهلع، وإن الناس قاعدة في بيوتها وناس شغلها وقف وفي ناس مش بتروح وبتيجي، الأمم المتحدة قالت لك أنا ماليش دعوة، أنا لازم أحتفل باليوم العالمي للسعادة يا جماعة، أنا ما يهمنيش إن في كورونا ولا في كلام زي كده، اليوم العالمي للسعادة لازم نحتفل بيه، والقائمة السنوية اللي بتطلع عن أكثر الدول سعادة وأكثرهم تعاسة لازم تطلع، مفيش مفر من الموضوع ده. اليوم العالمي للسعادة ابتدى الاحتفال بيه أول مرة سنة 2012، وهو بيبقى عبارة عن قائمة فيها 156 دولة. بتبتدي الأمم المتحدة تصنفهم، تحط لك بقى إيه في القائمة كده فوق من أكثر الدول سعادة، وتحت خالص تبتدي إن أنت كده تنزل كده في القائمة واحدة واحدة لحد ما تعرف مين يا عيني تعيسة الحظ اللي وقع عليها إن هي تبقى أتعس دولة. في البداية عايزة أقول لكم إنه المقياس هنا بيكون على أساس إيه بقى؟ بيكون على أساس الدعم الاجتماعي الموجود في كل دولة، بيكون على أساس الفساد اللي موجود في كل دولة، بيكون على أساس متوسط العمر، يعني هل الدولة دي مثلا أغلب اللي فيها أطفال ولا شباب، ولا بيغلب عليها مثلا إنه أغلبهم كبار سن ولا إيه بالظبط؟ جت في بداية القائمة دول شمال أوروبا، وفنلندا جت هي رقم واحد، وطبعا الدول الإسكندنافية، عندك بقى هولندا وسويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ، دي الدول اللي احتلت العشر مراتب الأولى. بعد كده عندك ألمانيا في المركز ال17، عندك اليو اس اي او الولايات المتحدة الأمريكية في المركز ال18، بريطانيا 13، فرنسا 23. طب يا ترى ايه هي أكثر دولة تعيسة يا عيني وجت في ذيل القائمة؟ هي كانت أفغانستان. للأسف أفغانستان هي أتعس دولة في مقياس الأمم المتحدة السنة دي عن السعادة. طيب احنا لسه مكملين معاكم، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول. للأسف خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بكل المعلومات والمداخلات والفيديوهات والصور اللي عرضناها معاكم. حاولنا نكون معاكم النهاردة في حلقة مختلفة، حلقة عيد الأم، عشان في ناس كتير كانت متضايقة ان حاسة ان اليوم السنة دي غير كل سنة، ان شاء الله يعني محنة كده وهتزول وهنرجع احسن من الاول، وان شاء الله بلدنا تبقى افضل، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة، وربنا يحفظنا ويحفظ ولادنا ان شاء الله، ونرجع ليومنا الجميل الروتيني الحلو ونستمتع بيه ونستمتع بكل تفاصيله، نخرج ونزور أهلنا ونزور صحابنا ونروح شغلنا وإحنا مش خايفين، ونرجع مدرستنا وجامعتنا وكل حاجة، وإن شاء الله دايما تستمتعوا معانا دايما من 7 لـ9 في بنات شو. كنت معاكم يسرى حسني، كل سنة وكل أم طيبة وبخير وبسعادة. باي باي.